حييكم عبر تلفزيون الكويت قناة الرياضية التي تنقل لكم البطولة الآسيوية لكرة اليد للأندية رقم 26، وهذا اللقاء الذي يجمع بين الجيش العراقي وفريق ساي الهندي. حكام هذا اللقاء من سلطنة عمان هشام الدغيشي وحسين الحسني. مراقبين هذا اللقاء من الكويت ومن الأردن نصر سالم ومن سوريا أمجد غروان. أمجد غروان قام الطاولة أيضا من الكويت محمد قاسم مشاري نمر. لقاء فريقين فقط لتعديل مراكزهم، سواء فريق ساي الهندي لأن فريق الجيش أتوقع هو راح يكون في المركز الرابع، بعد يعني شفنا فريق الشارجة، فريق الشارجة اللي داش بقوة في هذه البطولة أمام وجود بين العربي والقادسية، القادسية بأربع نقاط. في الأمل موجود، الأمل بالله إن شاء الله، الأمل موجود للقادسية والثلاث فرق راح أتكلم عنها، لكن الآن مع ساي الهندي وفريق الجيش العراقي، والبداية مع ساي الهندي. فريق ساي الهندي طبعاً اعتماده أكثر شيء على منطقة الوسط، ذكرنا أكثر من لقاء هذا الفريق يعتمد على منطقة الوسط والتصويبات من الخارج التسعة متر، وهذه أول كرة خطأ من فريق، وهذا خطأ أيضاً هني خطأ حمود رافو بدر حمودي لاعب الخطير المعروف، هذا أول هدف عن طريق اللاعب اللي هو رقم 18 مصطفى محمود ويسجل أول هدف في أول دقيقة. كرة مع ساي الخطورة، سواء عند هذا اللاعب اللي هو شوبيهام، هو لاعب خطير رقم 17 وأيضا رقم 18 يصوب اللي هو سميت عنده تصويبات. تمريرة سلام كمل وسجل. نعم توصيل الكرة بطريقة صحيحة، هذا الكابتن صلاح هني هدف سريع. هذا بدر حمودي، هذا بدر حمودي لاعب نادي اليرموك. بدر حمودي طبعا والده هو حمودي اللاعبين المشهورين. شوف رافو حمودي بدر كرة اليد كثر تخطي راح تسجل عليك اهداف، والاسهل اني اسجل اهدافي بالفاست بريك عن طريق لاعب واحد مثل ما شفنا بدر. او شوف الفريق الساي اللعب السلبي يعتمد على هذا التصويب اللي قلت لك يصوب رقم 18، قلت لك سوميت عنده تصويبات قويه، سوميت يصوب، وايضا شوبهام عنده اختراقات وتصويبات، ولا ننسى يعتمدون على راهول رقم 10، وهذا كومار أرون مدرب. شوف هني أيضا فريق الجيش أيضا من الفرق قوية بلاعبينه بالمنتخب، وهذا أول هدف، ثاني هدف بالاختراق عن طريق اللاعب علي وسام من أخطر لاعبين حارس المرمى رقم 16 مانديب. شوف
برافو، مهارة فردية. علي وسام المتحرك يلعب بالسنتر. 6-0 دفاع، دفاع 6-0. شوف الأخطاء، كرات سهلة، تبادل المراكز. أوه من بعيد والله. إيش هذا؟ هذا سوميت، سوميت من بعيد يصوب من بعيد ويسجل الهدف الثالث. 3 الجيش العراقي، وثلاثة ساي الهندي. وهذه تمريرة من الخلف ويا السلام، تحرك من غير كرة، تحرك يا مصطفى. برافو يا مصطفى، مصطفى مصطفى يتحرك، مصطفى محمود رقم 18 يتحرك من خلف المدافعين. شوف هذا مصطفى، قلت لك اللي متخصص في رميات 7 متر، وهاي التصويب. شوف التصويب، برافو برافو سوميت بالإعادة يسجل، والهدف يسجل الهدف الرابع لفريق الجيش. هذه المراكز تحركهم بطريقة صحيحة، نعم، لكن توصيل الكرة خطأ. ما فيها شيء، ما فيها شيء، فاست بريك. لا تترك الكرة، لا تترك الكرة، يا السلام عليك، لا تترك الكرة بسهولة. خلاص كرة اليد، يعني أكثر اللاعبين تفكيرهم أن أغل لمسة أو شيء، خلاص راح يصفر الحكم. لا لا لا، وبرافو اختراق من لاعب مصطفى محمود. شوف ويسجل الهدف. صلاح راجي هو مدرب الجيش العراقي، ساند أحمد مزيد، هناك ايضا ياسر جاسم واحمد جاسم ومدرب الحراس احمد جاسم. شوف هني فاست بريك، السلاح السلاح، راح تشوفونه بدر، راح تشوفون اختراقات هذا اللاعب بدر حمودي. هذا حارس المرمى مانديب، لاحظ فاست بريك من الحارس المرمى على طول. مهم مهيمن، مهيمن محمود حارس المرمى. في خطأ، في خطأ، في خطأ. صالح اللاعب مانديب أيضا رقم 3. هذا الحكم، حكم هشام الدغيشي، طبعا عائلة الدغيشي ما شاء الله كلهم نجوم كرة يد في عمان، عائلة الدغيشي. هنا في خطأ أيضا، هناك زميلة حسين الحسني أيضا من عائلة الحسني، معروف سالم الحسني سلطنة عمان. هني كرة توصيل للجناح، خلاص لعب سلبي والفاس بريك. هذا السلاح، هذا السلاح وهدف. قلت لك يعني فريق الجيش لازم يلعب مرتاح بهالطريقة، يحاول يدافع. هذا مصطفى محمد، شوف خلاص لعب السلبي، ما خلصت الكرة، فاست بريك هو أسهل، أسهل الفاست بريك أسهل. مصطفى محمد قلت لك فاست بريك على مرحلة أو مرحلتين، لاعب لاعبين باجين يكونوا مرتاحين، وإذا كان لاعب مرتاحين المدافعين. تصويب لكن هالمرة لا، هالمرة لا يا سوميت، فاست بريك. ويا سلام ويا سلام يا سلام يا سلام يا بدر، بدر 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 بدر، هذا بدر، برافو بدر حمودي. شوف بدر بالتمويه جمب عالي، لاحظ بدر ويسجل، برافو بدر حمودي، سجل الهدف الثامن والثمان دقائق والهدف الثامن. 8 الجيش العراقي، 3 سايل هندي. مثل ما قلت لك فريق سايل هندي يحاول يخترق من منطقة الوسط، وهني بالجناح شوف ما يستغل الجناح. فاست بريك، هذا الكلام اللي قاعد يقول فاست بريك. ويا سلام عليك يا فاست بريك، قلت لك عمودي نجم الدقائق
شوف تمرير بالمليمتر توصل لحمودي ويسجل الهدف التاسع. وفي الاختراق قال لك الاختراق من النص، الاختراق من الوسط، دائما الاختراق يكون من الوسط، يعني توصيل كرة الأجنحة أفضل. فريق الهندي مثل ما قلت لك اعتماده على التصويبات والاختراقات، مهارات في عندهم مهارات، يعني الحين خاصة اللاعب رقم ثلاثة مانديب يحاول يخترق. شوف هذا مانديب، لاحظ مانديب يوصل وين، يعني داخل 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 التصويب. شوف مانديب وصل. طيب وليش ما استعمل هذه الطريقة يا مانديب عشان أسجل عن طريق اللاعب الجناح؟ شوف الكرة هذه، ها تمرير خاطئ، تمرير خاطئ. رقم 20 اللي سجل هناك، رقم 20 كامبوج، ايوه هذا هو كامبوج اللي سجل بالجناح الهدف الرابع. صاي أربعة شارجة تسعة، خطأ يخطا كثرة الأخطاء، كثرة الأخطاء. لاحظ فريق الجيش بهدوء بعد هذا اللقاء. هناك لقاء صراحة، يعني الكويت، نادي الكويت الكويتي مثلنا، هذا هدف، هذا هدف، برافو، هدف عن طريق هذا اللاعب علي وسام. قلت لك لاعب سنتر، لاعب متحرك، لاعب ممتاز علي وسام. الكويت والخليج، الكويت والخليج، السعود الخليج اللي امتعنا الجماهير، امتعونا جماهيرنا امس بعد فوزه على فريق النجمه. الان هنا وين نادي الكويت فوز خلاص ياخذ المراكز. اول شيء هذا الفاست بريك، فاست بريك، لان الكويت تبغى له لعبه مع النجمه. الخليج حاله تعادل فوز راح يامن اكثر واكثر فريق الخليج. شوف الفاست بريك، السلاح اللي قاعد يستعمله فريق الجيش هو السلاح الصحيح، الفاست بريك عن طريق مصطفى محمد. وايضا في الساعة السادسة هناك القادسية والعربي، القادسية والعربي، كن او لا اكن للقادسية، خسر القادسية. هني الاختراق، يا سلام يا سلام يا سلام، برافو برافو. لاعب رقم ثلاثة مانديب بيخترق ويسجل هدف الخامس. مانديب شفنا امس لقاء قوي بين النجمة بطل آسيا والخليج، استطاع الخليج، على فكرة الخليج يعني يمكن اسبوعين استطاع ان يفوز على النجمة مرتين، سواء في السعودية في بطولة سوبر جول. ويا سلام، لكن وين يعني ياتك مساحة كبيرة يا رائد، رائد عبد زيد ياته مساحة كبيرة الاختراق بعد ما تحرك الدائرة، لكن حارس المرمى كان صاحي اللي هو مانديب. وهذا المراكز راح يكون الضغط 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 الضغط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، برافو 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 على التكتيك، برافو على التكتيك، وبرافو يا مصطفى محمد استلم. شوف برافو، تكتيك مميز لفريق الجيش. العراق بلغان ترد سريع، شوف الفاست بريك لكن ما صادها، حاول ما صادها. وهني الدائرة مصطفى، مصطفى يا مصطفى، برافو مصطفى يا مصطفى. درب يعني كومار هل بحاجة حق طلب وقت المستقطع 13
الجيش 13 الجيش العراقي 5 فريق سايل هندي. والتصويب قلت لك هذا اللاعب يصوب رقم 18 سوميت. سوميت ايدي الخراس. خلينا نشوف شوف التصويبات تصويبات يعني من خارج امتار 9 كان عندك تركيز بالتصويب. شوف 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 هذا اللاعب ثالث هدف يسجله عن طريق التصويب. هذا اللاعب كرة مع خطأ يعني خطأ من يا السلام بكل هدوء بكل هدوء مهيمن محمود بكل هدوء يصطاد هذه الكرة. شوف نادر ما يخطأ علي وسام توصيل الكرة بطريقة الخاطئة. هني محاولة من اللاعب راهول لكن حارس مرمى مهيمن محمود منطقة النص. بدأ الفريق الجيش العراقي يتقدم يصطاد. نعم اصطاد 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 ايضا فاست بريك. شوف اصطاد الفاست بريك عن طريق هذا اللاعب راب بدر حمودي. اصطاد ايضا فاست بريك هذا الحارس ايضا راهول. شوف اصطاد كرة فاست بريك عن طريق اللاعب احمد طارق الى بدر. شوفوا هني هني حارس المرمى هيمن. لاحظ فريق الجيش بدأ يتقدم يبي يعني اصطاد اخطاء فريق ساي. شوف واضح الدفاع يبي يستغل الاخطاء. لاحظ اللعب السلبي اللعب السلبي الدار خطأ في خطأ في خطأ في خطأ. فاست بريك سريع وهالمرة وين يا بدر هالمرة وين يا بدر أول كرة فاست بريك يعني تضيع من اللاعب بدر. فاست بريك لاحظ بدر حمودي تصويب لكن بالغائم بالغائم. وهذه الأخطاء كثرة الأخطاء هدف. شوف كثرة الأهداف يعني هدف. شوف فاست بريك وهذا أيضا حارس المرمى برافو راهول يصطاد. وين إيه حمودي بصراحة نجم 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 حمودي نجم. وين إيه الهدف يسجله مصطفى مصطفى محمود. هذا مصطفى محمود هذا الحارس راهول. لاحظ توصيل الكرة الطريقة الصحيحة هذه الكرة اللي وصلها للاعب الدائرة مصطفى محمد. لاحظ الفريق الهندي لاحظ فريق ساي وين قاعد يلعب. هذه بالجناح الأجنحة ما شفنا شفنا الجناح الأول اللي هناك بس فقط اللي هو رقم 20 كامبوج اللي سجل كرة واحدة لكن تمدون على الاختراق والتصويب. سلامات مانديب لكن لا المرة صاحية المرة والفاست بريك وهوائية باستعجال باستعجال كانت حلوة هوائية ما يخالف بن صلاع كانت لو تكون فوق شوية لأن بدر حمودي ما شاء الله عنده ارتقاء عالي. 15 شوف هني شوف قصيرة نبيها شوية فوق راحت عالية على بدر. محاولة سينك
رقم 11 هذا سينج. شوف الاخطاء شوف الاخطاء شوف الاخطاء شوف الاخطاء شلون اخطاء اخطاء من فريق ساي هندي ايضا فريق الجيش العراقي الى الدائره. يا سلام يا سلام يا سلام على مهين وهني الغائب من اللاعب ايضا مصطفى محمود الغائب مصطفى محمود وهني التصويب لكن خارج خارج خارج. برافو حارس المرمى مهيمن. شوف هني لاعب الدائره قلت لك رقم 10 راهول. هاي ثاني كره يا راهول لكن مهيمن صاحي لكرات راهول. راح ندخل على اخر 10 دقائق من زمن الشوط الاول 15 فريق الجيش العراقي ساي الهندي 6 نسبه الاهداف. نشوف نسبه كبيره استبريك. برافو يا سلام يا سلام على التمويه برافو على التمويه من اللاعب اللي هو ماجد عبد الرضا ماجد عبد الرضا برافو يا ماجد. شوف شوف يعني ثلاث لاعبين توقعوا انه راح يصوب لكن برافو برافو يا ماجد. لاعب محظوظ فيها محظوظ فيها كان راح يخطفها يعني كان راح يخطفها رائد لكن هني هو اللي يسجل هو هذا سوميت رقم 18. نعم هو سوميت سوميت هو الافضل. وهني التصويب لكن صاح الى حارس المرمى تصويب من اللاعب احمد طارق احمد طارق. شوف هني سوميت نعم سوميت هو اللي يصوب هو اللي يسجل سوميت رقم 18 هناك اضاع ايضا احمد طارق صد لها راهول حارس مرمى. وهني سوميت لكن هالمره صاحي لك صاحي صاحي هالمره صاحي وهيمن محمود صاحي لكره سوميت والاختراق لكن وين بالغائم بالغائم محاوله محاوله وهذا سوميت ونفس الطريقه حراسه المرمى برافو برافو محاولات من الفريقين بالتصويب لكن حراس المرمى هني راهول في فريق ساي الهندي وهني فريق الجيش العراقي متواجد متواجد وصاحي مهيمن محمود. هذه اللقطات وهني في هدف راح تشوفون الهدف اتوقع اللي سجل الهدف هو مصطفى محمود 17 جيش العراقي 7 ساي. هذا الكابتن صلاح راجي تمرير تمرير برافو برافو لكن ما خذاها. شوف لاعب الدائرة قاعد يقول له أنا موجود. شوف رقم 10 يقول أنا موجود كان فاضي لاعب رقم 10 وين 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 بعيدة 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 يا أحمد يا طارق بعيدة يا أحمد يا طارق يعني دخول سينك سينك هذا سينك رقم 11 دخوله أيضا ممكن عند الاختراقات سينك رقم 11 توصيل كرة هذا سينك هذا اللي صوب هذا سينك هذا سينك هذا سينك اللي أنا أتكلم عنه عنده إمكانية نعم يسجل سينك يسجل سنجل الهدف الثامن هني كرة مع جيش العراقي رائد محمد علي رقم 21 كابتن صلاح راجي تبادل المراكز تبادل المراكز
في الكرة بسريع. نعم هوائية أم تصويب في لامس الخط. يقول لامس الخط لامس الخط على اللاعب مصطفى محمود. مصطفى محمود شوف شوف عين وين شوف الحكم حكم هشام عينه على على ريل لاعب على ريل محمود. نعم لامس الخط كروسات وادو المر. يا سلام يا سلام يا سلام على هاللعب. برافو برافو راهول. لكن التمرير الاحلى من سوميت رقم 18. شوف السرعه لازم تسرع. مشي الكره مشي الكره عطه. نعم مشي الكره وعطه وما راح يردك بدر ما راح يردها بدر. برافو يا بدر حمودي بدر حمودي نجم الشوط الاول هذا الان بدر حمودي. شوف هنا التمرير يا سلام التمرير الجميل من اللاعب سوميت الى راهول 18 الجيش العراقي 9 ساي الهندي. مقطوع نعم مقطوع قطعت خلاص يخطئ وسجل هالمره لا سجلها مصطفى كل قوه. هذا مصطفى مصطفى محمود ايضا متخصص في رميات الجزاء. شوفيني الاخطاء برافو استذباح على الكره. نعم من اجل الفوز هدف يسجله هذا كومار ارون. لاحظ طريقة 4-2 نزول على الدائرة. نعم طريقة 4-2 بس شوف وين يعني في مكان ضيق كلش قاعد يعني يسكرون على بعض يفتحون الملعب. نعم العب طريقة 4-2 افتح الملعب تستفيد شوف تستفيد شوف قاعد اقول لك تستفيد لكن التصويب وترد مرة ثانية محظوظ فيها فريق ساي الهندي محظوظ لكن هني لا هني يعني ما استلمها بالطريقة الصحيحة والتصويب من اللاعب ماجد عبد الرضا عنده تصويبات قوية. هذا ماجد عنده تصويبات قوية ماجد راهول ماجد طلب وقت المستقطع محتاج المدرب كومار ما عنده حلول طلب وقت مستقطع. نعم 20 فريق الجيش العراقي 9 ساي الحكام اللقاء بابتسامة ابتسامة عمانية جميلة من هشام الدغيشي وحسين حسني هني طبعا رئيس الوفد العراقي جيش نادي الجيش. كومار ارون 4 دقائق. شوف الدفاع المتقدم يلعب على اخطاء فريق ساي الهندي. شوف اذا ما في تفاهم طريقه النزول شوف اذا لان ما في تفاهم اذا ما في تفاهم طريقه النزول على الدائره راح تنقطع من فريق ساي الهندي كرات كثيره. شوف هذه كره هذه كره كره سهلة كانت وهني حارس مرمى برافو برافو راهول أضاع كرة سهلة علي عباس بالجناح علي عباس اللي لعب مكان بدر. علي عباس كرة سهلة فاست بريك لكن أيضا راهول حارس المرمى. لاحظ تبادل المراكز مانديب هذا اللاعب سوميت هذا سوميت
لاحظ الاخطاء راح يكون لعب سلبي، اكيد لعب سلبي. يعني شوبهام ما نشوف شوبهام وين شوبهام، صار يلعب بالجناح هو يلعب باك. تبديلات من المدرب فريق كومار وهني بالجناح. علي عباس راح يعوضها، عوضها علي عباس. هذا علي عباس طبعا هناك جماهير تتوافد من نادي الخليج سيهات، يا هلا سهلا فيهم نورين الكويت. هاي الجماهير جماهير نادي الخليج المملكة العربية السعودية. سيهات كلهم حياكم الله في ديرتكم الثانية، وهذا فاست بريك سريع ويا السلام. برافو راهول، حارس المرمى راهول، هذا راهول يصطاد كرة مصطفى، شوف كرة مصطفى محمد، لكن راهول صاحي، راهول محاولة اختراق والتصويب وهدف، اختراق من 6 متر، وصل 6 متر. اليوم مصطفى محمود لاعب الجناح ويسجل الهدف رقم 29، اخر دقيقة في خطأ محاولة من اللاعب رقم 5 سونيل، هذا الدغيشي. لاحظ هل تنتهي على نتيجة 22-9 أم يسجل فريق سايل هندي أم هدف يخطفه فريق الجيش العراقي. نشوف تبديل، شوف يعني إذا ما في خطة تتسجل عليك، أنا ما في خطة، وهدف، هدف عن طريق هذا لاعب مصطفى، بكري رقم 6. 33 خلاص 33 9 3 23 اسف 23 9 تفوق فريق الجيش العراقي على ساي الهندي. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ونعود بعد قليل لاستكمال مجريات الشوط الثاني بين الجيش العراقي وساي الهند. أعزائي المشاهدين شوط ثاني بين الشارجة، الجيش العراقي وفريق ساي الهندي في البطولة الآسيوية الأندية، الآسيوية في كرة اليد رقم 26. هذه البطولة نادي الغادسية، بداية الشوط الثاني تفوق الجيش العراقي 23-9 على سايل الهندي، والبداية
الشوط الثاني، كرة مع فريق الجيش العراقي، دفاع 6-0. شفنا نسبة الأهداف فريق الجيش العراقي، نسبة أهداف كبيرة عن طريق الفاست بريك، عن طريق الفاست بريك. رمية زاوية حكم هشام الدغيشي، اشارته واضحة. هذا هشام الدغيشي، قلت لك من عائلة الدغيشي، لاعبين كرة يد في عمان، مطرة عمان. تمرير كرة، توصيل كرة وهدف عن طريق اللاعب حسن. هذا حسن، نعم حسن كوكب رقم 24. هذا راهول حارس المرمى. أول دقيقة والهدف. شوف هنا اختراق من حسن ويسجل هدف رقم 24. لاحظ طريقة 4-2 بالدفاع. الكابتن صلاح يبي يستغل أخطاء، نعم وهذا واحد من الأخطاء، يبي يستغل أخطاء الفريق. والتصويب القوي من محمود، لكن بالغان هذا اللاعب الدائرة رقم 55 محمد صاحب، أيضا بالدفاع قوي، الدائرة قوي ما شاء الله، بين عليه الإصابة لأنهم لاعبين الأساسيين. لاحظ طريقة 5-1، هذا اللي يصوب، هذا هو الأفضل في فريق سايل هندي، هو سوميت رقم 18 خطأ. لاحظ رقم 3 مانديب، هذا الخطير. وهني الحكام جاسم سويلم، سوبر فايزر اليوم جاسم سويلم من الكويت. شوف هني كان فاضي الدائرة، قلت لك بعد قلة الخبرة، لكن نشوف ان فريقين من الهند موجودين في هذه البطولة. وهني الاختراق وهدف، هدف سهل عن طريق اللاعب حسن، نعم حسن كوكب، هذا حسن، هدف باختراق حسن. كرة جميلة، شوف هنا كرة فر جميلة من حسن كوكب. لاحظ الدفاع المتقدم يلعب على أخطاء فريق الخصم، إذا ما في تكتيك لا توجد خطة راح تكثر الأخطاء. فريق الهندي نتيجة 25، جيش العراقي سايل هندي. لاحظ هذا الخطير اللي صوب، هوائية، يا سلام يا سلام، لا 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 لا، بتعيدها علي، يا سلام. مانديب برافو فريق ساي، برافو، هوائية جميلة ليه فريق ساي، راح تشوفونه إن شاء الله، راح تشوفونه. وهذا اللاعب علي وسام لاعب سنتر صراحة، يعني لاعب ممتاز. وهني في رمية جزاء 7 أمتار، اختراق علي عباس. شوف 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 شوف، جميلة جميلة، هوائية، برافو عن طريق اللاعب مانديب. هذه رمية 7 أمتار وهدف. يا كوكب، هذا اللي صوب حسن كوكب، نعم حسن كوكب 7 أمتار يسجل الهدف. بعد المراكز 26 الجيش 10 سايل هندي، الجيش العراقي، فريق العراقي، هذا فريق ساي. شوف الدفاع المتقدم، الدفاع المتقدم يسبب مشاكل للفريق الهند. وهني برافو، هذا اللاعب اليوم مختفي، هو شبهام يا كومار، شبهام اليوم مختفي رقم 17. هذا السنتر، برافو، يا سلام عليك يا علي،
علي وسام وصل الكرة إلى مصطفى محمد. شوف مصطفى محمد من علي وسام إلى الدير. هذا اللاعب رقم 7 تكلمت عنه. شبهر شوف الأخطاء هذا يعني هني ذكاء المدرب. نعم أحتاج أصطاد. هذا علي عباس فاست بريك. علي عباس أحتاج الأهداف، أسجل أهداف، أريح نفسي إني ألعب بالطريقة هذه. لكن ما شفنا حارس مرمى اليوم. مانديب وين مانديب؟ مانديب حارس مرمى رقم 16 أيضا حارس فريق سايل هندي. اليوم المدرب معتمد على راهول. لاحظ الاختراق. إذا اللاعب، شوف أي لاعب يهرب من هذه الرقابة يعني أكيد راح يواجه المرمى لأنه راح يوصل للستة متر. لاحظ راح يكون لعب سلبي بهالطريقة إذا ما اخترق. نعم راح يكون لعب سلبي، وهو اللعب السلبي. لاحظ الأخطاء. خلاص في تمريرة، الجناح فاضي. نعم الجناح فاضي، لكن مهيمن على المرمى. نعم يا مهيمن برافو مهيمن. محمود شوف النتيجة 28 الجيش العراقي 11، هذا الكابتن صلاح. سايل هندي 11. 7 دقائق توصيل كرة حق علي عباس ويا السلام يعني. برافو في دقيقتين أم شو اللي حاصل؟ يا الحسين ايش عنده؟ حسين الحسيني في دقيقتين، في دقيقتين بنشوف الدقيقتين ليش؟ في دقيقتين على هذا اللاعب رقم 3 اللي هو مانديب، وهذا رقم 16 نزول حارس مرمى. مانديب موجود نزل حارس مرمى رقم 16. 29 الجيش العراقي 11 سايل هندي. في دقيقتين النقص العددي. الفريق سايل هندي ما يلعب من غير حارس مرمى يعني ما يخالف، ليش لا؟ معه الوقت كل شيء تغير. شوف يعني ليش انا اقول ان في فريقين من الهند مشاركين، دليل ان الهند يعني بدت تبي تتقدم اكثر واكثر في كرة اليد. كرة مع سايل هندي، تبادل المراكز، حاولت اختراق. يا سلام لعب السلبي يخلصها، راح يصوب اتوقع سوميت او شبهم. هذا سوميت والاختراق. يا سلام لكن في دقيقتين لما يصفر الحكم خلاص. هذا حسين سني خلاص صفر، خذ لك دقيقتين، لا تلعب لا تحاول، لان واضح ان 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 صفر الحكم وترمي الكره. شوف هني ياته الكره. شوف صفر الحكم هني خلاص صفر. لاحظ صوبه خلاص على طول دقيقتين، لازم ما تصوب الكره بعد صفرت الحكم. اربع لاعبين الجناح كوكب الى الدائره. يا سلام برافو، قلت لك حارس مرمى مانديب رقم 16 حارس المرمى مانديب برافو. وهني هدف. اربع لاعبين سجلوا، اربع لاعبين. هذا اللاعب اللي هو راهول نشوف راهول بغفله من دفاع الجيش. هني بعد لاعب الدائره مصطفى محمد لكن تصدى لها حارس مرمى. هذه كره من الجناح وهدف هالمر. هذا اللاعب اللي هو رقم 18 نعم مصطفى هدف.
شوف اللي عاد مصطفى هدف واحد سجل فريق الجيش في حاله النقص. حاله النقص سجل هدف واحد. استفاد من كره ما استلمها، في خطا، في مسك، في مسك من علي عباس، في مسك علي عباس على اللاعب رقم 10 ولاعب الدائره راهول، وهذا الخطير اللي صوب راح يصير لعب سلبي. شوف هني لو رامي الكره من خارج التسعة متر بامكانه فريق الجيش ياخذ الكره. لاحظ 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 كره سريعه، اخطاء 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 اخطاء. وكوكب يستعرض اليوم يستعرض حسن كوكب. برافو حسن، برافو يا حسن، كل هدوء. رقم 24 هذا حسن كوكب، وهذا اللي هو مانديب رقم 3. شوف يعني كأن مخرجنا يقول كأنه انه ما ادري، لا انا اقول يعني ما يخالف يا دغيشي، يعني واضح ان حتى مخرجه مو مقتنع فيها، مصور مو مقتنع فيها، وانا مو مقتنع فيها انه في دقيقتين، لان اللاعب راح ثبت هو اللي داس على ريله فعادها لنا. فكلمه يعني اللي يشوفها كلمه حق بنقولها، خطا خطا، صح صح، كلنا معرضين للخطا. تبادل مراكز صادها، والحظ الحظ الفاس بريك. لا لا هل ترجع مكانها ام خطا؟ خطا لصالح فريق الهندي. قال له تمريرتين تمريرتين تمريرتين، راح يصوبها راح يصوبها راح يصوبها راح يصوبها راح يصوب الغائم، وترد مره ثانيه وفي خطا، ومن داخل من داخل 6 متر يا كابتن، من داخل ال 6 متر. نعم شوف الاشاره واضحه من حكم حسين حكام سلطنه عمان 31. شوف هني داخل المنطقه يبي ياخذها، ما يصير، وهني لازم تلعب الكره من داخل 6 متر. حارس المرمى هذا اللاعب علي وسام السنتر، وهني بالغائم 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 من كوكب. دقيقة 13 31 31 12. شوف من الجناح إلى الدائرة، وهدف هدف 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 عن طريق لاعب الدائرة. هذا لاعب الدائرة، هذا لا، هذا محمد علي، محمد علي، هذا محمد علي. اثنين وثلاثين جيش العراقي 20 12 فريق سايل هندي. في خطأ صالح اللاعب شوبهام، اليوم شوبهام يعني مو مباراة السابق، المباراة اللي فاتت كان أفضل، كانت أفضل تصويباته، أفضل رقم 17، لكن سوميت هو الواضح رقم 18، هو اللي يتحرك هو اللي يصوب. هذا سوميت، شوف هذا سوميت، وهذا شوبهام، وين التصويب؟ لكن في خطأ، في خطأ، في خطأ. جناح خارج الغائب، تعود كرة للجيش العراقي، حاولها من حسن كوكب لكن صادها المرة، صادها حارس المرمى، صادها حارس المرمى. نعم شوف كوكب كابتن صلاح مدرب الجيش العراقي، شوف شوف برافو، اختراق جيد لكن حارس المرمى ماندي، اختراق من حسن كوكب.
وهذه المراكز قلت لك فريق العراق فريق الجيش يلعب على اخطاء اخطاء فريق سائل الهندي فريق الدفاعيه يتقدمون يربكون الخط الخلفي يكون يعني قله من الحلول. شوف هذه الاخطاء اللي اتكلم عنها انا هذا اللي انا اتكلم عنه يا سلام يا سلام قلت انا سالت عد لكن شوف 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 لا 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 يعني اخطاء مثل هذه اخطاء مثل هذه غير معقولة خاصة من اللاعب شوبهام اللي قلت انا اليوم مو بالفورمة لكن حارس المرمى مانديب حارس المرمى مانديب بعد نزوله كنت اطالب اقول وين مانديب يعني راهول هو من الشوط الاول راهول لغاية بداية الشوط الثاني لكن نزول هذا الحارس هذا الحارس مانديب نعم مانديب شوف برافو يا مانديب حارس مرمى مانديب شوف هني في خطأ في خطأ في طلب وقت مستقطع فريق سايل الهندي شوف هني المسك مسك هني المسك من اللاعب مصطفى بكري مثل ما قلت اليوم ما شفنا محمد صاحب 55 الحكام سلطان عمان هذول الحكام الطاولة محمد قاسم ومشاري نمر من الكويت وهذا سوبرفايزر قاسم سويلم حكمنا الدولي ايضا موجود رئيس لجنه الحكام بالاتحاد الاسيوي صالح عاشور هني هذا المراقب امجد قروان من سوريا هذا لا نصر نصر سالم من الاردن نعم نصر سالم من الاردن انتهى الوقت مستقطع ندخل على اخر 14 دقيقه سبع لاعبين لأول مرة لأول مرة فريق سايل يلعب من غير حارس مرمى لأول مرة والمرمى فاضي شوف المرمى فاضي يعني أنت بحالة نقص فريق يعني أتكلم فريق الجيش العراقي كان عنده نقص أنت ما لعبت بسبع لاعب بست لاعبين وأنت ناقص يعني أيضا وأنت ناقص ما لعبت من غير حارس مرمى الآن أنت سبع لاعبين بشوف راح ينفذ في نقص هذه ثاني كرة الحارس من غير حارس مرمى إذا يعني الإمكانية من البداية وأنا تكلمت قلت إن فريق ما لعب ولا مرة من غير حارس مرمى هذه أول مرة يلعب أنا شو فريق ساي سبع لاعبين واحدة من الكرات هدف في دقيقتين اعتراف 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 واضح اعتراف واضح اعتراف واضح أتوقع هو سنتر نعم السنتر السنتر هذا اللاعب السنتر هو علي وسام شوف هني وهدف نعم برافو يعني برافو من هذا اللاعب اليوم مو بيومه شوبهام شوف توصيل الكرة والاختراق من شوبهام نقص العددي شوف فريق وين سايل هندي على التسعة متر على التسعة متر شوف اختراق بسهولة برافو اختراق بسهولة من مصطفى مصطفى بكري هذا مصطفى مصطفى بكري يخترق بسهولة ويسجل ويسجل مصطفى بكري الهدف رقم 34 الجيش العراقي 13 وهني ثاني مرة عادها تحرك تحرك استغل النقص هذا اللاعب رقم 17 شوبهام هذا تحرك تحرك بس لكن متأخر جدا متأخر جدا واستغل النقص العددي
شوف ثاني مرة يخترق شبهة. أربعة وثلاثين 14 فرق 20 هدف. والتصويب من علي عباس باستعجال وترد الكرة سريعة سوميت، وهذا يصوب على فكرة، هذا أيضا يصوب رقم 88 هو رافي هذا رافي ما لعب اليوم رافي بكثرة. لاحظ يا سلام لكن التصويب بالجناح من اللاعب رقم 20. شوف توصيل الكرة وهدف عن طريق اللاعب مصطفى بكري، يعني أضاعها كامبوج بالجناح، أضاع الكرة، استغل فريق سايل هندي النقص العددي في فريق الجيش، سجل هدفين عن طريق اللاعب شوبهام. شوف كابتن صلاح يعني قاعد يشرك جميع اللاعبين، نعم جميع اللاعبين أشركهم. هني في دقيقتين ثاني دقيقتين على علي وسام رقم 28 لاعب الجيش العراق. هل يستغل مرة ثانية النقص العددي شوبهام ويسجل؟ هل يستغل النقص العددي ويسجل الهدف رقم 15 آخر 10 دقائق؟ هذا لاعب الدائرة. شوف الأخطاء، خطأ بتوصيل الكرة، خطأ في توصيل الكرة. يا سلام يا مانديب لوجب، مانديب كان بالواجب، برافو مانديب. مصطفى محمود فاست بريك صريح، وهني في هدف مصطفى محمود بن فراد فاست بريك، لكن مانديب كان بالمرصاد، وهني هدف على هذا منير قاسم حارس المرمى. شوف هني ايضا بالاختراق والتصويب من اللاعب رقم 3 اللي هو مانديب ايضا، برافو. هني حاول كرة فر من اللاعب حسن كوكب، لكن المرة لا. 35 الجيش 15 هذا اللي قلت لك عنه، هذا اللي قلت رقم 88 عنده تصويبات رقم 88 رافي، هذا رافي. شوف رافي، برافو رافي يخترق دفاع الجيش العراقي ويسجل نقص العددي في صفوف الجيش. دي كرة خط ما استلمه ولامس الخط، محاولة اختراق علي عباس على الدار، هذا مصطفى اللي كان لامس الخط صفر عليه الحكم خطأ. اكتمال فريق الجيش العراقي، اكتمل الصفوف خلاص. اكتمل الصفوف اخر 8 دقائق في خطأ توافد الجماهير، جماهير نادي الخليج، هناك لقاء نادي الكويت الكويتي مثلنا الثاني بالقادسية أمام الخليج نادي الخليج الغوي، نادي الخليج اللي استطاع أن يهزم النجمة أمام نادي الكويت. لنا التوفيق للفريقين، لكن يعني هوائية لكن لامس الخط. أكيد نتمنى الفوز أيضا لفريقنا الأبيض الحميد الزعيم الكويتاوي، وأيضا للغاتسية أمام العربي. طبعا الغاتسية العربي الغريني هني العربي الكويتي، لكن هذا العربي القطري
عربي القطري. نتمنى ايضا التوفيق لبني غادس، نتمنى التوفيق لنادي الكويت ان شاء الله. وفي خطأ على المدافع رقم 21 دائرة محمود علي، محمد علي، في خطأ محمد علي، في خطأ على محمد علي. ترجع الكرة إلى مانديب إلى الدائرة، ويا سلام مانديب يوصل الكرة إلى راهول نين. هذا راهول اللي تحرك، وهذا حارس المرمى، حارس المرمى اللي هو منير قاسم. شوف هذا منير قاسم، هدف كرة مع فريق. يا سلام حارس مرمى، حارس مرمى والله ممتاز، ممتاز يا مانديب، ممتاز مانديب. ونيل جناح، وفي رمية جزاء في دقيقتين، لا في دقيقتين، فيها دقيقتين ام كرت حمر؟ اتوقع دقيقتين ام كرت حمر، كرت حمر، كرت حمر. نعم هني احنا نتكلم عن ثقافة كرة اليد. خلاص لاعب داش من الستة متر اترك، يعني احنا لاعبين الاشبال الناشئين عندنا والشباب انه يشوفون هذه اللقطات، لان هذه ثقافة كرة اليد. راح تشوفون ايضا الدوري الاوروبي ان شاء الله باكر في مباريات، راح تشوفون اللاعبين الدرجة الاولى. خلاص هذه ثقافة، ثقافة كرة اليد، انك لا تحاول يعني، وهني خطأ، لا تحاول انك تاخذ ايقاف. كرة سهلة، كرة سهلة، كرة سهلة، ويسجلها مصطفى محمود، سجلها مصطفى محمود. نتيجة 37-17، آخر خمس دقائق، آخر. طبعاً علشان المركز الرابع في هذه المجموعة راح يكون هناك مباراة بين شباب صيدا، وهذا اختراق. يا سلام اختراق بالقوة، اختراق بقوة من لاعب رقم 18. اي نعم رقم 18 سوميت، سوميت اخترق صيدا، فريق صيدا لبناني مع فريق الجيش العراقي لتحديد المركز الرابع. والتصويب، لكن تصويب من علي عباس، هذا علي عباس، اخر اربع دقائق. شوف علي عباس ارتقاء عالي، لكن وين يا علي؟ مثل ما قلت بعد قليل بصوت معلقنا الكبير كابتن جاسم الذياب الكويت، الكويتي مثلنا، و نادي الخليج سيهات المملكة العربية السعودية، فريق المعروف. وني هدف سريع، هدف سريع من كوكب، هذا حسن كوكب، غير حارس مرمى يلعب فريق سايل هندي. شوف حارس المرمى منير قاسم يوصل كوكب قبل لا ينزل حارس المرمى، سجل كوكب الهدف رقم 38. هني خطا، شوف اخطاء بسيطه، اخطاء بسيطه. مصطفى، يا مصطفى، يا مصطفى، مصطفى كانت كره سهله عند مصطفى، كره سهله عند مصطفى، لكن خطا. تصويب، طريقه التصويب اللي تصدى لها حارس مرمى، وهني في لامس الخط، هني لامس الخط، لامس الخط الدغيشي، وهني اخطاء. شوف كثرة الأخطاء، من البداية في أخطاء، لكن الأفضلية للفريق الجيش. شوف شوف الأفضلية لفريق الجيش صراحة، الجيش العراقي. هذا وسام، وهني علي، وأيضا التصويب بالغائم. كثرة الأخطاء في آخر الدقائق، كثرة الأخطاء. لاحظ هني لامس الخط، وشوف الحكم الدغيشي عينه وين، عينه وين. وهني أيضا شوف مع انه نازل وصوبه، لكن برافو لحارس مرمى هندي مانديب.
ايضا اخطا. خلاص سميت. لو نلاحظ فريق الهندي يعني ما في اللاعبين تبديل كثرة اللاعبين مثل فريق الجيش. هدف 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 عن طريق اللاعب مصطفى بكري. آخر دقيقتين. اختراق من اللاعب مانديب وسجل هدف رقم 18 آخر 19 آسف الهدف رقم 19. برافو مانديب. مانديب يسجل فارق 20 هدف. يدخل على آخر دقيقة. تمريرة ممتازة ويا سلام استلمها وسجلها. نعم تمريرة ممتازة سواء من الباك إلى الجناح مصطفى اللي يوصل الكرة إلى محمد علي على الدائرة. آخر دقيقة. هل يكون بدر حمود؟ بدر حمودي هو الأفضل أم لعبوا بالشوط الثاني؟ طبعا حسن كوكب سجل لكن في لجنة، في لجنة راح تختار في رمية سبع أمتار. رمية سبع أمتار هل راح ينفذها رقم ثلاثة مانديب أم نشوف من راح ينفذها؟ هل هو لا هذا سونيل، هذا مانديب ام سونيل؟ سونيل 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 وصوب وسجل سونيل الهدف رقم 20. ثواني ثواني هوائية ام هدف؟ هدف هدف هدف. حبوا ينهون هذا اللقاء نتيجة 41 41 20. نقول مبروك للجيش العراقي بفوزه على ساي الهندي 41 20. خلينا نشوف من هو افضل لاعب في هذا اللقاء. هل هو بدر حمودي؟ خلينا نشوف افضل لاعب. افضل لاعب في هذا اللقاء هل هو رقم 94 بدر حمودي ام حراس مرمى ام راح تكون لاعب 28 علي وسام ام لاعب رقم 18 مصطفى محمود؟ نسبة الاهداف، هذه نسبة الاهداف، انا اتكلم عن نسبة الاهداف. ممكن حارس المرمى ليش لا؟ حارس المرمى اللي هو احمد مكي واحنا بننتظره. هذا حارس المرمى مانديب. شوف شوف منو راح يكون افضل لاعب. يا سويلم نمبر 18 فروم ايران مصطفى محمود رسول. رقم 18 هو نعم مصطفى مصطفى محمود. اعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم هذا اللقاء وكل أمل ألتقي معكم في لقاءات قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، كان معكم عيسى عبد القدوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.